اهلا وسهلا بيكم. حلقه النهارده كان فيها وصفات حلوه جدا، يا ريت تجربوها. وكان حاجه مهمه قوي عملناها، المقلوبه اللي باللحمه المفرومه دي خطيره، جربوها وايه رايكم فيها. مفيش حاجه عملناها غير شويه لحمه معصجه وحطينا معاهم بتنجان، بس عصجنا اللحمه الاول، بعد كده خدنا طبقات الخضار، بعد في الاخر حطينا الرز بقى والوانه الحلوه دي بالكاري والكركم. جربوها وشوفوا الحلقه ان شاء الله النهارده، سهله جدا. عملنا كمان حاجه مهمه قوي مفيش بيت بيستغنى عنها، وهي الجبنه. شايفينها دي الجبنه اللي انا عملتها من اللبن وزبادي وخل وقشطه. شو بقى دب جبنه دوبل كريم او جبنه بالقشطه، جربيها معانا. انا حطيت كل ده على النار ودفيت وقعدت اقلب فيه وخلاص على كده. يعني عندك هنا مثلا 3 كيلو اللبن اللي انا عملتهم، حط عليهم 3 علب من الزبادي، حطيت عليهم كوبايه ربع من الخل ومعلقه، قولي معلقه ونص ملح او حسب ما انت تحبيها، وقلبتهم على النار لغايه ما فصل مني بقى فيه شرش وفي الجبنه. خلي بالك اوعي ترمي الشرش، خلي بالكم عشان ده حاجه مهمه جدا. كنت هسيبه فزوره كده تحلوها، بس يعني حبيت ان اغششكم برده. عملنا توست حلو قوي قوي اللي هو بدقيق الذره، دقيق ذره ودقيق ابيض. دي وصفه كده لقيتها خطيره وبتنفعنا جدا جدا، يعني بتخلي ريحه العيش حلوه قوي واللون الجميل ده بتاع التوست. التوست ده ينفع للمدرسه، ينفع البيت لاي وقت، وما كانش فيه حاجه غير ان حطيت كوبايتين دقيق ابيض وكوبايه من دقيق الذره. حد قال لي ان احنا عايزين نخلي دقيق الذره اكتر، لا هيفرول منك قوي كده، معقوله جدا. كوبايتين دقيق ابيض كوبايه دقيق ذره مظبوطه جدا ان شاء الله. تمام. عملنا كمان الكيكه اللي بالسمسم، عشان احنا عارفين قد ايه فوائد السمسم، والاولاد مش بيحبوا يشربوا اللبن، اكلهم قطعه كيك بالسمسم، يعني بيكون فيها حوالي معلقه كبيره او معلقتين، مش مهم يشربوا لبن، بس يعني طبعا اللبن حلو جدا مفيد برضو اخذوهم عليه، ولكن دي بتبقى عوضا شويه. بس كده حلقه لطيفه وسهله ولذيذه، اتفرجوا عليها.